شاهدنا مشاهدين في كوره اهلاوي في حلقه جديده من برنامج سواد السعودي. معانا النهارده واحد من المعانقين العرب اللي اصواته بتفضي قلوب وسمع الجماهير واللي اكتسب شعبيه كبيره في الشارع القروي المصري بعد مباراه الزمالك واتحاد المكستيري في البطوله العربيه واللي قدر فيها نادي الزمالك فوز برباعيه. معانا النهارده كابتن عبد الله الغمدي معلق قنوات SSC السعودية. اهلا بك يا كابتن، منورنا ومشرفنا في موقع في الجول. اهلا وسهلا كابتن حامد، وشاكر لك وشاكر ايضا لنفوة في موقع في الجول وفرصة طيبة. في البداية كده عايزين نعرف فوائد مباراة الزمالك هل المستيري بجماهير نادي مصر بسبب جماهير الزمالك والشكر جدا للتشجيع. دايما في واحده من المباريات ممكن انها تكون قفزه كده، تعمل لك قفزه كبيره جدا، يعني دخول المجتمع المصري والجمهور المصري بشكل عام. حتى الان هي المباراه الوحيده اللي الفت الزمالك، بصراحه كان شرف كبير جدا انك انت مثلا توصل وتبقى ترند في مصر لمده تقريبا 3 ايام. لحظات جميله، ايام جميله صراحه عشتها مع الجمهور، جمهور الزمالك تحديدا، وكانت علاقه عاطفيه جدا بعد المباراه. ويعني كانت واحده من المباريات الجميله بالرغم، شوف سبحان الله بعض المباريات يعني والله قبل الظاهر لا عن نفس الاهلي طبعا ما سمعتش نفس لا بالاندا اللي حصلت في المباراه، كانت بعدها في الثالث الرابع كاس عالم يساعدنا في جهه، وكانت صوتيه ثانيه، فاعتقد انه ما وصل يعني الصوت بشكل كبير للجمهور المصري. ولا برضه كانت واحدة من المباريات الجميلة جدا، ومباراة كان فيها علي بعلو سجل هدف جميل، والاهلي تاس انا والورد الثالث والرابع. قلك بسين كبير؟ اي والله مذكر كثير يعني الاعلاميين يعني نتكلم عن سالة للكابتن والمحلل الكبير ايتم فاروق المجرد تحية، ايضا علي محمد علي كابتن معنف ايضا بن الطيف، بلال علام كان له قصه معايا يعني قبل المباراه، يعني كان في تواصل قبل المباراه مع بلال علام، حتى وانا في كابينه التعليم كان يتكلم ويعطينا بعض الامور. تعرفت اول ماتش يعني للزمالك، فكان يعطينا بعض الامور التاريخيه، بعض المعلومات، بعض الاشياء اللي يضيفها في المباراه. بلال يعني عارف وقف من وقفه كبيره جدا في الماتش. انت كمعلق قبل المباراه هل بقى في كلمات معينه انت تروح حطها في الناش؟ طبعا لو جهز حتى يعني عن النادي اولا، عن اللاعبين ثانيا. في مباراه الزمالك والاتحاد المستري افتهمنا كانت خدمتها بشكل كبير، يعني الزمالك تقدم 4 اهداف، اعطاك فرصه اصلا مدافع كبير جدا انك انت تتكلم باطراء ومدح وثناء لانه كان يستحق. وللعلم ترى الزمالك يعني صحيح انه في فتره اخيره يعني مبتعد الا في هذا الموسم تحقيق البطوله القاريه مع النادي الاهلي، كان حاجه كبيره كره القدم المصريه ان نازيين من بلد واحد يجمع الثنائيه الافريقيه. الزمالك ابتعد السنوات الاخيره، نزلت كثير وشويه، فالزمالك يستحق دائما، ودك انت دائما خصوصا في الكره المصريه. صحيح الفتره الاخيره يعني بيراميدز داخل قطوه ومنافسه شرسه على النصر الدولي، والسنه الى الان هو متصدر يعني مسابقه الدوري، لكن ودك برضه الزمالك يكون في اعلى ليفل، الاهلي في اعلى ليفل، تخيل الكره المصريه بالشكل هذا، الاسماعيلي في اعلى ليفل، انبي يكون قريب، بيراميدز يستمر في المنافسه، شايف انت 4-5 منافسين. مختلفة جدا مع شغل كذا مرتب للجنة المسابقات اللي هنا يعني ترتب موضوع جدولة الدوري كذا، فيعني تخيل احنا حندخل موسم جديد ولسه الدوري ما انتهى. وانت الدوري المصري انتهى والله يعني حرقة بشكل كبير جدا، يعني قهر ان الدوري في اكبر اندية على مستوى القارة الافريقية ومع ذلك يدار بهذا الشكل، مع ذلك تكلم عن الحين يعني داخلين في خاصة الناس مثل تعسكر بداية موسم وانت لسه الدوري ما خلص، يعني في مباراة حتى ما لعبت، في يعني اشياء كثيره جدا يعني يا ريت انه يتم حلها باسرع وقت ممكن، لان كره القدم المصريه تستحق افضل مما هي عليه. لو هتقول كلمه للمسلمين في مصر عن عدم انتظام الاسره الامي، عندكم منتج ممتاز يعني وكبير، في فرق كبيره جدا، بطلين القارات للقاره الافريقيه، وعندك انديه كثيره، وعندك متابعه جماهيريه بشغف، دوري مليان متابعات ومليان وبرامج واعلام حرام ان هذا المنتج يداوي هذا الشيء. في السعوديه بقى بين الابطال الشعبيه الاهلي ولا الزمالك؟ صراحه ما عندي احصائيه والله، بس انه يعني اعتقد ان النسبه شبه متكافئه يعني الى حد كبير، يمكن الاهلي نسبه اعلى بحكم انه
لان الاهلي صار في مباريات كثير والفتره الاخيره يعني عندي السعودية كان لي يعني في البطولات القارية والعفو أنا بطولة كأس العالم يعني أعتقد إنه فيه متابعة أكثر للنادي الأهلي لكن كشعبية أعتقد إن النسب متكافئة كان في دائما مواجهات مصرية سعودية صح شفنا الأهلي بيوري بلد الاتحاد قدر يقسم لأربعة كأس عالم الأندية في الاتحاد ثلاثة والزمالك قبل النصر والنصر هو اللي تعادل مع فخم شايف المواجهات المصرية السعودية إثارة كبيرة وتكافؤ كبير أما يعني ثورة كبيرة جدا جدا ويعني صف والله يعني ما أقولها مجاملة لأحد لكن مواجهات السعودية المصرية هي لعبتها على مستوى المنطقة العربية بشكل كامل يعني إذا متأكد لو تجيب لي نادي من هنا أو نادي من هنا وتصير أمتع مباراة على مستوى المنطقة العربية بشكل كامل تجيب لي نادي قوي من السعودية والعين أو أي فصفوان فيعني شايفين الأهلي ومبارياته مع هنا واتحاد كأس العالم للأندية وشايفين مواجهات الزمالك سواء مع الشباب أو حتى مع النصر أو حتى مع الهلال في مباريات ممتع جدا يعني ودي والله كل موسم يكون في ماتش يعني سوبر سعودي باسكت كده خلال اللي تواجد الزمالك في البطوله العربيه ما عندي لا يبع السوشيال ميديا ان لو الاهلي كان موجود كان اذن من هو يكسب الانديه السعوديه وياخذ الدعم صعب الحكم على شيء يعني ما حصل يعني او شيء في المستقبل اكيد ان الاهلي لو توت كان ممكن تكون نتائجه افضل خبرته في البطولات والتعامل معها بشكل اكبر اوكي ممكن لكن استعداده افضل لعيبه المتواجدين بشكل بصوره اكبر صح لكن مع ذلك من الصعب الحكم على الموضوع يعني بهذا الشكل والاهلي سبحان الله يعني في المباراتين اللي قابل فيها الهلال في بطوله كاس العالم الانديه وكان يستحق فيها الاهلي الفوز ومباراه الاتحاد وايضا كان يستحق الاهلي الفوز كلها واجه ظروف انديه كانت صعبه هذه المباراه انا اشوف حصل فيها ظروف خدمت النادي الاهلي بشكل كبير ومع ذلك يقول الاهلي كان يستحق الفوز مباراه الاتحاد نفس الكلام والاهلي كان يستحق الفوز بكل جدار يعني في اجمال المباريات الأندية المصرية والسعودية ممتعة جدا بعد فوز الهلال الهلال الإعلام السعودي كان في ضربة كبيرة إن يفوز الأهلي مش القرار بتاع الاتحاد ومستحيل يحصل ولا يخسر في الآخر الأهلي كسب شوف إيه اللي حصل في الأخير هو الأهلي يعني في فريق كبير ومرشح إنه يكسب ويعني هو شيء مفاجئ أو إنه شيء أول مرة يحصل لنا هو شيء يعني من المتوقع في الأخير النسب متكافئة لو تسأل بقرب الوراء بيقول لك الاتحاد 50 والأهلي 50 مستحيل أن يقول لك الاتحاد 100% هيكسب المباراة الاتحاد الموسم الماضي مر بظروف من بداية الموسم والله كنت أحدث يا فترة الإعداد اللي قامها نونو سانتو لم تكن إعداد فريق بطل لفريق كان بطل بس مش هذا الفريق اللي بيكون حامل لقب في الموسم القادم أو راح يستمر في حملة الدفاع عن اللقب وبدت المشاكل تظهر مع الوقت يعني مشاكل فنية مشاكل على مستوى الإعداد على مستوى الإصابات بس أقصد أنه لو مهما كان أنت كنت معني فيش استعداد فيش استعداد ولا شيء يعني كان تحضير بشكل قوي للموسم الاتحاد دفع ضريبة هذا الأمر دفع ضريبة هذا الأمر بسبب عدم الاستعداد بسبب أي ما تأخذ في بعض الصفقات إصابات حصلت في الموسم قاعد أتكلم عن الحجازي اللي وصل نهاية الموسم وأحمد شرحيلي السنتر الثاني مع حجازي على طول أصيب برباط صليبي صحيح إنه في كابتن صحيح في فابينيو صحيح لكن برضه الاتحاد واضح حرفيا يلا شفت لويس فيليبي قبل بداية الموسم يعني على بداية الموسم جاء لويس فيليبي حرفيا السنتر مدافع ومع ذلك يعني برضه ما كان جاهز لأنه جت الإصابة في آخر مباراة قبل ماتش الأهلي مصر أو قبل الماتش اللي قبل الأهلي مصر تمام يعني والله الاتحاد بظروف كانت صعبه جدا تمام خلال مباراه الزمالك والنصر تمام كان في لقطه شهيره اللي هي تسلم الرد وهو مستبدل التيشيرت بتاعه مع الشيكة بعيد هو كانت اللقطه بجوالا يعني جدا في منتهى الرقي والجمال بعيد عن لقطه الجماهير يعني نجم كبير عالمي اسطوره من اساطير كره القدم عبر التاريخ يجي النجم واحد اساطير كره القدم المصريه عبر التاريخ شيكا بالا ونشوف هذه اللقطه الجميله باكس يا اخي ليش فيها هذا الظل فيها المفترض ترحيب وتهليل وحاجه يعني حلوه انها حصلت للاعب كبير بحجم شيكا بالا سواء شيكا راح او رونالدو جاء يعني شايف ان شيكا بالا اسطوره مع اساطير كره القدم المصريه وبدون شك وكانت واحده من أدول الفترات احترافه في كره القدم السعودي مع البايد فشيكا بالا واحد من اللاعبين اللي يعني مغرم كثير صراحه في مغرم اوه شيء كشيء كلام كبير لو انت تعلق لحاجه شيء كلام نفسك تعلق له على هدف هو جابه اثنين مع الروح عنده اهداف كثيره سجلها سواء حتى مع الزمالك او حتى مع الرائد في ديفلوب
وللعلم بان حتى يعني على مستوى الاداره في نادي الرائد او حتى على مستوى الجمعيه في نادي الرائد الى الفتره هذه يذكر بالخير شيكه حينما يعني تحدد امامه يعني شيكه في نافذه احترق بصمه حلوه وش هذه احلى حاجه في المحترف لما تجي تطلق بصمه جميله تطلع هذه الذكرى هي اللي حتبقى معاك يعني وش كمالك اني كمان يعني تعزوها صغير لو كنت نفسي اكون بس الدوري السعودي نفسي اكون موطن معتني طبعا كنت نفسي اني اكون موجود مع انديه التوب فور شوف اسلوب شيكابالا اعتقد انه يصلح مع الانديه كثير يعني لكن خليني اقول لك مثلا مع نادي الاتحاد حيكون اعتقد بصوره برضه اجمل من امهر شيكابالا وابو والله شوف هذا اعتقد انه الصراع في مصر ما لهوش نهايه شيكا ولا ابو تريكا ابو تريكا كان نجم في 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 وقته كابولا بالتم المليار ابو تريكا اسطوره ونجم كبير جدا 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 وكلاعب يعني كان شيء مختلف بصراحة واحد من اللاعبين كان يستحق أن يحترف أيضا في الخارج أبو تريكا رمز من الرؤوس في النادي الأهلي يعني شيء كبير جدا اللي قدمه في طوال المسير أبو تريكا لاعب كبير جدا خدم النادي وخدم المنتخب حقق بطولات هنا وحقق بطولات هنا وحقق بطولات قارية مع المنتخب وأيضا مع النادي الأهلي وأدر الصفات يعني التاريخ وشيك نفس الكلام مع الزمالك فأنا أشوف أن ما أبغى أختزل الموضوع كله في أن هذا أفضل ولا هذا أفضل هذا نجم كبير خدم وهذا نجم كبير سنة صراحة إذا جينا على مستوى مثلا تسديد الكرات الثابتة ما شاء الله شوف شيك متميز أبو تريكا برضه متميز المهارة مثلا لاعب على لاعب برضه في نفس التسجيل يعني نفس الكلام يعني خلينا نقول ممكن أبو تريكا يتفوق شوي في 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 مسيرة النجاحات اللي حققها عبر التاريخ كبطولات كمنجز كأرقام أبو تريكا هنا في هذه النقطة ممكن يتفوق طيب شايف في مشاكل الاتحاد أنت الاتحاد تحس الوضع جديد الاتحاد كان في مشاكل كبيرة جدا بعد كده كانت إدارة جديدة إدارة واحد أبو تحدي جديد شايف الموضوع في الاتحاد الوضع في الاتحاد مؤلم جدا النمر الجريء هو نمر بس من جريء والطعنات من كل مكان تاتي يعني بعد موسم كان فيه بطل الدوري والموسم اللي قبل كان ينافس على الدوري حتى هذا الجولة الأخيرة يعني بعد كذا حقق اللقب بعد كذا في الموسم اللي راح يمثل المملكة العربية السعودية في البطولة اللي تستضيف المملكة العربية السعودية واللي متوقع أن يكون الاتحاد في أفضل شكل ممكن أضف إلى ذلك أنه حامل لقب دوري وحامل لقب سوبر في الموسم اللي قبل يجي في الموسم اللي كنا ننتظر فيه الاتحاد أن يكون في أفضل حالاته لأن شاهد الاتحاد في أسوأ حالاته إذا جينا على مستوى الإدارة الإدارة تحمل أخطاء كبيرة جدا منها كيف طبعا خلينا نتكلم عن موضوع الصفقات في بعض الصفقات تأخرت وزير الرياضة هو خير من يستدل به في عين لما نتكلم عن وزير الرياضة موسى علي بالخير عبد العزيز بن تركي طلع في برنامج بودكاست في اليوتيوب تكلم عن صفقات الاتحاد وعن تفاصيل الصفقات وعن وذكر بالحرف الواحد انه جميع الانديه لوبيت لها الله طارق فممكن اوكي ممكن صفقات عدلت او تاخرت او لكن كان البديل موجود الاتحاد على مستوى الصفقات لم يوفق في اختيار الصفقات المناسبه بمعنى لما يصير انا عندي نجم الموسم الماضي كان عبد الرزاق حمد الله هداف سنة الفريق والدوري تجي بعدها الموسم اللي بعده تجيب لي مهاجم في نفس الخائط كريم نزيب ما راح يصير في توافق لما انا اتكلم عن رومارينيو واحمد حجازي ما تزعل مني احمد انت نجم كبير ويعني واحد من اللاعبين اللي مغرم فيه جدا وفي قياده الفريق لكن كانت مرحله بعد اصابه برباط صليبي والله اعتقد الثانيه والثالثه للاعب كان يجب ان يكون البديل متوفر بشكل عاجل تخليه لازم يكون فيه بديل وسجل حجازي في الشتويه مثلا لكن لازم يكون فيه ايش العنصر اللي بقيمه احمد حجازي واكثر هذا اللي كان المفروض لكن كان الاختيار اقل بكثير نجي على مستوى رومارينيو وكورنادو ومشاكل كان في لخبطه بعد كذا استمرار نونو سانتو ثم استقطاب صفقه على حسب علمي ان باختيار نونو سانتو اللي هو جوته وفي الأخير جوتا لما يبدأ الموسم تسقط اسمه من القائمة تبدأ الموسم بدون تلك هذه اللخبطة تبين لك إيش حالة من التوهان كانت في النادي على مستوى القرارات الإدارية وعلى مستوى القرارات الفنية وهي تحمل المسارات جزء كبير جدا مما حصل بدءا من المعسكر يعني أنت ما أدري إن شفت المقاطع ولا معسكر هذا مستحيل أنت فريق بشرس كأس عالم للأندية وفريق بطل دوري
تستعد بالشكل هذا لا يمكن، وهذا شيء يحسب ويلام على نونو وإدارتنا. بعد كده بدأت النخبة، رحيل نونو وذكرت رحيل نونو لن يعالج المشكلة لأن المشكلة قد حلت، فمن الصعب حلت يعني من الصعب الجد حلول المشكلة بهذه السرعة وفقط بتغيير مدرب. طبعا بنزيما كان في ليكون، قلت لكريم بنزيما توقعت أن هذا اللاعب اللي سيقود الاتحاد لثورة كروية قاتل، لكن للأسف أنت نجم عالمي، نجم كبير وبالندور ويعني في مدريد قضيت معظم السنوات وخبرة كبيرة وتجارب إلى آخر وبطولات إلى آخر، الآن تيجي وقت الخلاصة اللي أنا أنتظر كريم بنزيما كيف ممكن يساعد فيها الفريق، كيف ممكن يفوت فيها الفريق، كيف ممكن يحل من بعض المشاكل اللي من الممكن أن يعني يسأل فيها أو حتى يعني يطلب رأيه، وأنا متأكد أنه كان ممكن يطلب رأيه أكيد في كثير من الأمور. مع ذلك للأسف أن كريم بنزيما خذل محبي وخذل جمهور الاتحاد وخذل كل من يعني عشى ولا 1% أنه ممكن يقدم شيء. يعني هذا كانت بالنسبة لي إذا بتسألني كريم بنزيما راح أقول لك أسوأ صفقة في هذا الموسم، أسوأ صفقة بناء على حجم التطلعات اللي كانت من اللاعب متوقعة إلى لاعب لم يقدم أي شيء يذكر، بالعكس كان يعني واحد من أسباب زيادة المشكلة في النادي. فكريم بنزيما يعني حاجة كنا نتوقع تكون أجمل ككريستيانو رونالدو في النصر، شايف أنت المثال الجميل، شايف اللاعب اللي حتى يعني يا رجل لاعب حتى كريستيانو رونالدو يبكي بعد خسارة ركلات ترجيح، يعني كنت كريستيانو رونالدو اول بطولة او ثاني بطولة تخسرها بعد الدوري كذا تصير الشكل بالنسبة لكريستيانو رونالدو، فهذا هذا يا اخي مثال قصير جدا. لدينا على السوشيال ميديا في السعودية او على تويتر مخصص لازم نتكلم دائما من الهلال مقابل من تحكيم والسادس السعودية، إذا الهلال استفاد من خطأ تحكيمي فأخطاء تحكيمية هي جزء من اللعب وجزء يعني لا يتجزأ ولا يمكن أن ينتهي ولا تجد له حل. فالهلال زي ما استفاد غير استفاد، والهلال زي ما ضم غير ضم، والهلال زي شماعة التحكيم لم تأتي ببطولة في نهاية الموسم. في الأخير الأفضل سيحق، الفريق البطل سيفوز في نهاية الموسم لأنه هو فريق بطل، ترك الغير أن يتكلم وتحكيم وهو فريق يعني تعبان وبس التحكيم هو اللي يمشيه، ولكن هو في نفس الجلسة ينشد الملعب دارس يفوز ويحط البطولات ويوصل، والدليل أنه يعني ختم بطولات الموسم في 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 سنة الهلال تكلم عنه يطول، تكلم عن فريق بطل، تكلم عن فريق مؤسساتي، تكلم عن فريق مستقر على مستوى الإدارة، على مستوى العناصر، على مستوى المدربين، على مستوى العمل بالشكل الكامل في الهلال، عمل برأيي أنه عمل يدرس. يعني المفترض أن لا ينظر للهلال كتقليل أقلل فقط هو لا أحقق البطولة لا شو بالتحق، لا لا لا، نادي التعاون من الأندية اللي خلت مشروع الهلال أو النموذج الهلال كعمل رسمت عليه موسم ورسمت عليه مشروع عمل شبه التعاون كل ما يحقق قفزات ويوصل والدليل هذا الموسم في وقت التوب فور اللي تم دعمه وتم تقديم الصفقات والنجوم صاحب المركز الرابع في الدوري تعاون وممثل لنا في دوري ابطال اسيا، انا كنت اتوقع ان الهلال يفوز لاني لا زلت رغم فوز الهلال افضل فريق على مستوى القارة ليس على مستوى السعودية فقط، ليش ما حقق؟ طبعا لكل مباراة ظروف والعين ترى استحق يعني فوز، لم يكن محض صدفة، يعني مثلا خلينا ايش معنى محض صدفة؟ يعني مثلا لما فزت سيدني على الهلال في غياب نهائي دوري ابطال اسيا هذا كان محض صدفه. خليني اجي اقول لك فوز العين على النصر في المباراه اللي قبل الهلال ترى يعني برضو مشت يعني بتوفيق كبير، ليش؟ لان النصر كان افضل واقرب لولا فرصه كريستيانو، لولا بعض اللقطات اللي كان فيها عشوائيه النصر كان افضل، عشان كذا هي بطوله مستحقه وكان العين يستحق انه يوم راح للنهائي انه يحقق اللقب لانه الفريق الافضل في هذه الفتره، بسبب ان يعني انت تطلع النصر وتطلع الهلال افضل فريقين في كره القدم السعوديه وتروح تحقق البطوله في مباراه النهائيه كان هذا نجاح كبير للعين ويستحق العين الاماراتي وهذه وهذه اداره ولاعبين وجماهير على هذا الانجاز الكبير. لكن مباراه الهلال مر فيها بظروف، يعني كان غياب متروفيتش غياب قاسي جدا على الهلال، ليس سبب الخساره الاول غيابه لان فريق الكبير مستحيل انه يعني
بيحط كل النوع على غياب متروفيتش، وفي المقابل كريسبو كان ذكي جدا وضرب مرتين كما يجب. يا رجل الأين الإمارات في الدوري المحلي في الإمارات ما كان يقدم الشكل هذا نهائيا. الله العظيم من الصوت اللي فن على ثلاث العين مباراة مع الفيحة السعودي في دور مجموعات وكسر العين 4-3. بس كنت أشوف إن العين مستحيل إني أرشح اللقب لسبب إني أشوف في الدوري المحلي فريق تعبان جدا، فريقكم يعني كم تكسوا الظروف اللي مر فيها محليا، لكن قاضية كان فريق أسد، فريق قدم بطولة للتاريخ واستحق عليها اللقب. بدأ دوري أبطال آسيا بالنسخة الحديثة بطله هو العين واختتم بطله هو العين. الهلال عنده دفعية عالية جدا أن ويرى نفسه أنه قادر على تحقيق أي مباراة وأي بطولة يلعب فيها، أي بطولة يلعب فيها أنا مطالب بتحقيق اللقب. شوف لعبة الهلال مع الوقت مع البطولات ومع الممارسة صاري إن الوضع بالنسبة له في كل بطولة والأخرى يعني ما عنده مسألة التشبع اللي يوصلها بعض الأندية، خاص حقق بطولة الدوري يغيب 3-4 مواسم بعدين يرجع، لا الهلال يحقق 3 مرات بطولة الدوري من العين اللي في الدوري المصري ليس هو موجود في الدوري السعودي المصري. عزيزه من الزمالك وكامل عبد المنعم للنادي محمد عبد المنعم، نقول إن شاء الله إن شاء الله إذا تمت الأمور كما يجب. ما نقدر نتكلم في أمور هي غيبية ولا زال عقد اللاعب سنتين في يد النادي الاهلي، في الاخير اللاعب مرجعيه انتقاله بتكون بيد النادي الاهلي، والنادي الاهلي من الصعب ان يفرط في نجومه. محمد عبد المنعم نجم كبير جدا، واحد من اللاعبين اللي ممكن ان يكون عضو التاريخ لا ينسى في كره القدم المصريه اذا استمر في العمل والجهد ولسه عنده 26 سنه، نعم فرصه كبيره انه يطور من نفسه اكثر، والاحتراف اعتقد برايي سواء في السعوديه او حتى في اوروبا الاحتراف راح يطور من عبد المنعم بصوره هائله جدا. هو انا اعرف عن مستوى شخصي عبد المنعم نور الاحتراف، نعم ان شاء الله ان اللاعب يكون مول متواجد الموسم القادم. هذه معلومه انت في مفاوضات، في مفاوضات، في مفاوضات. انت عارف ممكن النادي الاهلي يطلب رقم فلك؟ لا هو شوف الان الموسم اللي فات كان الاتحاد كان عايز محمد عبد المنعم، في صحيح طلب 12 مليون دولار 12 مليون دولار بالضبط. اللعبه تغيرت في كره القدم السعوديه، بمعنى حاليا التوجه رقم واحد للعيبه التوب على مستوى العالم. لما انا اروح اقدم عروض لنجوم العالم الحاليين المتواجدين في كبار الانديه الاوروبيه، فبالتاكيد النظره لما يعني دون او غير هذه البطولات الكبرى راح تكون بمبالغ واسعار اقل بكثير. فانت لما تجي يعني انا ليش اقول اللعبه تغيرت؟ بالاول ممكن تاخذ لاعب مثلا من الاهلي او غيره من الانديه الافريقيه بشكل عام ممكن يوصل 20 مليون. الان انت لما تجي تقارني ب 20 مليون دولار مثلا اي لاعب نجم وش نجم، ما نتكلم عن نجوميه اللاعب. في الاخير الهدف الاول بكل النادي هنا ال 20 مليون اللي انا بدفعها، لا تخليني اشوف نجم عالمي افضل واكبر ممكن اني انا استقطبه. في حال قدرت القى مثلا مجال للتفاوض مع نادي، خلي الفلوس تروح مثلا لعبد المنعم او زيزو او غيره احسن من انها تروح مثلا لاعب اوروبي قد لا يقدم شيء. لكن لا انا اللي بوضحه انه في هدف اول بالنسبه للانديه الان في السعوديه التوجه للعيبه التوب على مستوى العالم، ما لعيبه التوب غير متاحين اللي بعد واللي بعد بهذا الشكل. محمد عبد المنعم من لعيبه التوب انا برايي نعم، من لعيبه التوب على مستوى المنطقه العربيه. الزيزو نفس الكلام، شايف النظره كيف اختلفت؟ يعني ممكن اول لا يعني زي كلام الناس فاوض برضه ابو جبل طبعا بس عن خلاص معكم وكان نفس الكلام ولا تمت الصفقه. محمد عواد جاء لنا الكره السعوديه مع النادي الوحده، ترى يا الكره المصريه انتم ولادر النجوم كرتكم. والدوري السعودي لا زال يرغب في استقطاب لاعبين كبار في كره القدم المصريه. لكن سيكون العائق الاول هو الامر المادي، انا فهمت قصدك اللي هو سيكون هدف مش اول، هدف ثاني، هدف ثالث. هذه النقطه، النقطه الثانيه لو لاحظت ايضا في نقطه مهمه جدا، الان الصفقات اللي تقدم للنجوم اللي موجودين ما في ولا لاعب قدم العرض او استقطب مده سنه او اعاره. لو تلاحظ النجوم الكبار صارت العقود من 2.5-3 سنوات اقل اكثر شويه ما فيش مشكله. هذا الشيء يدل عليه اول في السابق كانت الكره السعوديه تعاني من نقطه مهمه جدا واساسيه جدا اللي هي انا اجيب لاعب عقده 3 سنوات سنه واحده ما يقدم مستوى جيد الجمهور حط في اداره النادي، اداره النادي يلا تمشي. لما يجيك رئيس نادي زي ما تكلمت عنه في السابق ويشيل اللاعب من اول سنه وهو جايبه مثلا بمبلغ فلكي لكن ما قدم شيء في اول موسم،
ويشيله بعد اول موسم ويعدي يعني يفطر النادي بالديون يلا والديون والله ديون والله مشاكل على مستوى الفيفا الحمد لله انحلت بشكل كبير. الان تجيب لاعب عطوه سنتين ثلاث سنوات انت يا النادي مسؤول عن واحده من حاجتين، تبغى تمشي اللاعب اذا تجيب له عرض عرض يكون جيد ياخذ اللاعب ما في مشكله هنا تقدر تعوض اللاعب هذا بلاعب، او ان اداره النادي تستطيع توفير الشرط الجزائي لهذا اللاعب او هذا المدرب بعد كده تبعده وتجيب من الدعم المقدم للنادي قيمه مدرب جديد او لاعب جديد. هذه الصور بشكل يعني بسيط جدا في كره القدم السعوديه في الفتره الحاليه. بالنسبه لكابتن محمد عبد المنعم مسلم قيد في الدوري السعودي، تسعه اداره النادي الاهلي رغبه لاعب كبيره جدا في الدوري السعودي، رغبه النادي الاهلي كبيره جدا في ان يبقى اللاعب وستبقى هذه علاقة لين يتم الاتفاق ما بينهم. بالنسبة لأنزي كان في عرض لأن الشمس وبالضبط كان في يناير بآخر يوم أتمنى أن الموضوع غير يخلص لكن الله يسامحك يا حسين لبيب ما تمت الصفقة والله يعني حتى محمد النجم رئيس النادي الشباب يمسي عليه بالخير ويمسي برضه على حسين لبيب بكل خير. محمد النجم كان حريص جدا أنه يجيب صفقة زيزو وكان في الشتاء جاب صفقة إيفان راكيتيتش النجم الكبير إلى كرواتيا ولاعب إشبيليا برشلونة وكان أيضا حريص جدا على تبعيض الفريق زيزو لكن الموضوع كان فيه شوية ما بقدر أقول مبالغات مالية من الزمالك وفصلحان ما عرفت التفاصيل لكن أنا على مستوى الشخصي تمنيت أن الصفقة تتم بأي شكل بأي شكل بأي شكل لأن زيزو واحد في كرة القدم المصرية تمنيت بشكل كبير جدا ان يجي السعوديه، ليس كرهه الزمالك بالعكس حبا بالزمالك، لكن حبا اكثر في اللاعب ورغبه انه يتواجد في دوري في كل النجوم والشو والاعلام، صدقني كان بتكون قفزه اكبر للاعب، لكن اعتقد حسب فهمي البسيط جدا ان زيزو يرغب بان يقول اسطوره في الزمالك. تقول لي افضل ثلاث لعيبه الدوري السعودي بالترتيب كريستيانو رونالدو رقم واحد، سافيتش رقم اثنين، ياسين بول. أسوأ ثلاث صفقات الدوري السعودي الموسم الجاي بلا تردد بنزيما رقم واحد، والله لحجم التأثير فقط، لحجم التطلعات اللي كانت متوقعة من ساديو ماني رقم اثنين، أيضا توقعت منه صورة أفضل بكثير مما قدمه. رينر لودي برغم من قلة الفترة هو ظهير رئيس في نادي الهلال البرازيلي لقلة الفترة مع ذلك رأى أنه كان واحد من الصفقات الأسوأ في الموسم المنصرم. افضل معاول سعودي من مدن النار. ولك فهد العتيبي رقم واحد كانتشار وكوصول ما شاء الله تبارك الله. طبعا نتكلم عن زاهد قدسي، خلينا بذكر لك ايضا محمد رمضان، ويتكلم عن ناصر الاحمد، ويتكلم عن ابراهيم نجاب الغال الصادق، يعني لا كثير يا اخي لازم نذكرهم لهم يحكي علينا صراحه. واتمنى ان شاء الله ما انسى احد. افضل معلق مصر من وجهه نظر تاريخيا لا يعني حاليا احمد الطيب، احمد الطيب في كل الحتير راح يمتع. ليش؟ احمد معلق، احمد معلق كل حاجه وشيء. احمد ما شاء الله بتاع كله يعني احمد ما شاء الله ما شاء الله واحد حقيقه من المعلقين المصريين اللي استمتع بهم بشكل كبير جدا. ماتش مصري كنت تتمنى ان تكون معلق؟ اكيد اي ماتش للزمالك والاهلي. اي ماتش اي ماتش اضف الى ذلك نقطه مهمه جدا، اي ماتش منتخب مصر في بطوله كاس افريقيا. جملة معلق مصري قالها دايما كده في تفكيرك او نفسك تقولها او يجي موقف تقول الجملة دي. قفشات مدحت شلبي مالها نهاية ونحييه ونمسيه بالخير، واحد من يعني سعيد جدا للعلم بانتقاله للاس اس سي يعني مرة في صحبه وزماله وواحد من الاساتذه في المجال. مدحت شلبي اذكر له مقطع انا اعرف والله الماتش كان اعتقد منتخب مصر اللاعب طالع والمخرج جاي في الصورة على الدكة وهو بيسلم على أنا أحسب عزيك دلوقتي أنا أقول لك اسم اثنين قول ده من وجهة نظر من المعلقين من المعلقين تختار واحد قبل أن أبدأ الفترة. اسمحوا لي يا أخوان المعلقين والله هو اللي قصبني على الفترة ولا أنا ما أبغى نهائيا ولا أبغى أشارك فيها لكن كله بسبتها إلا تحطني في حرج مع الزملاء. معلش اختار واحد وتكمل. طيب تمام هنبدا بالبدايه كابتن عبد الله الحربي وانا فهد العيسى. الله كلهم صراحه لا خلهم كلهم يعني لا ما ينفع عبد الله الحربي لا من الاشخاص اللي لفظوا عليه بعد الله فهد نفس الكلام واحد واختار فهد. طيب فهد ولا عيسى الحبيب؟ برضه عيسى زميلي وحبيب وجميل ولطيف
قفشات مدحت هنا قفشات عيسى. طيب فهد ولا عبد الله الغنم؟ لا عبد الله الغنم نخليه خارج الحسبه نهائيا لان مش هختاره ابد. ماشي. طيب فهد المعتيبي والله عصام الشوالي. عصام الشوالي حاجه يعني. طب عصام الشوالي طيب. عصام الشوالي. عصام الشوالي. طيب عصام الشوالي ولا حاجه عصام الشوالي. طب عصام الشوالي ولا روف خليفه؟ عصام الشوالي. عصام الشوالي ولا بلال عمياد؟ افتكر ده صح. والله بلال حبيبي حبيبي انت يا بلال بس كله منه والله. عصام. عصام. ماشي. عصام الشوالي ولا علي محمد علي؟ حبيبي علي بس برضه عصام. عصام الشوالي ولا فارس عوض؟ فارس للعلم. شوف يمكن معلومه واحد ما يعرفونها كثير من المستمعين ويمكن حتى هو ما يحب ان يذكرها على المستوى الاعلامي. والله العظيم واحد من اكثر المؤلفين اللي له وقفات على المستوى الشخصي مع عبد الله الغامدي تحديدا. وواحد من اكثر المؤلفين الداعم بشكل علني وبشكل غير علني لعبد الله الغامدي شخصيا. فنختار فارس عوض. اختار فارس عوض. فارس عوض ولا يوسف سليم؟ طيب الذكر يوسف سليم. ترك المجال واتمنى له التوفيق في حياته. يوسف تاريخ كبير بس برضه بختار فارس عوض. فارس عوض ولا حفيظ دراويش؟ لا فارس عوض. فارس عوض ولا خليل بوشي؟ بختار فارس. فارس عوض ولا علي سعيد الكعبي؟ علي سعيد الكعبي استاذ كبير جدا في المجال. تمام. بس برضه اختار فارس عوض. على المستوى العالم والصوت العربي اللي احب اسمع له واعتبره رقم واحد في كل شيء هو عصام الشوالي. عصام الشوالي. وعلى المستوى الخليجي الصوت الخليجي الاجمل اللي احب استمع له هو فارس عوض. انا دلوقتي اشغل لك الهدف وانت تعلم علي. هدف كابتن عبد الحليم علي نادي بنادي الزمالك مرمى صون حاضر وطنه. الله هدف اللو. كون تعود لمصلحة الزمالك في هذه القمة الكبيرة من أمام النادي الأهلي. الكرة وصلت إلى العندليب. إلى العندليب. الله يا حضري يا حضري عليك أن تحضر من العندليب. فالعندليب قادر على أن يقدم أجمل مقطوعة موسيقية في مراك. الله على هذا اللو. الله على أجمل هدف من العندليب من عبد الحليم يتقدم بالزمالك في هذه القمة الكبيرة. دلوقتي بقى احنا خلاص قلنا هدف العندليب في مرمى الاهلي. دلوقتي برضو عايزينك تعلق على هدف ابو تريكا الشهير في مرمى الصفاقس التونسي. الله كده طبعا هدف الله هدف تاريخ. لم يتبقى الكثير من الوقت. وصلنا الى الدقيقة 90. الكرة وصلت باتجاه شادي محمد. شادي بيرسل كرة عرضية إلى الأمام. شادي باتجاه من عماد متعب في التحضير. فلافيو في التمرير. أبو تريكة. الله يا أبو تريكة يا أبو تريكة يا ماجيكو يا أبو تريكة. خلصها المعلم الكبير. خلصها نجم الأهلي الأول. خلصها الكبير في اليوم الكبير. مالها يا أبو تريكة. مالها يا أبو تريكة. أنت خليها وأبو تريكة يعليها ويسجلها في شباك الصفاقسي ويتقدم الأهلي من أجل اللقب القاري. الله يا أبو تريكة. الله كده وصلنا نهاية حوارنا واللي يعني كنت اتمنى ان هو يكون اكتر واكتر لان بصراحه اتبسطت بوجودك معانا النهارده كابتن عبد الله. ويعني سعيد بوجودك معانا هنا في الفنجوي وزيارتك هنا لمصر طبعا وجودك معانا هنا في الفنجوي في برنامج سواني في الصوت. حبيبي يا كابتن حامد والله العظيم من الشعوب متبادل وسعاده كبيره ايضا اولا بوجودي في مصر الحبيبه وسط شعب طيب جدا والمتواضع وايضا وجودي في هذا اللقاء الجميل وبالتاكيد على موقع في الجول. انا سعيد جدا بهذه الاستضافه الكبيره جدا. موقع كبير وغني عن التعريف تواجدي فيه متاكدا انه يشكل اضافه كبيره. فسعيد جدا بهذا التواجد، سعيد جدا بهذه الفرصه، سعيد للقائك ولقاء الاخوه خلف الكواليس. شكر لهم على هذا العمل الكبير واتمنى ان شاء الله اننا كنا يعني ضيوف خفيفين مريحين جميعين وصلنا صوره حلوه للمشاهد للمستمع. وبكذا نكون وصلنا لنهاية حوارنا في برنامج سوالف سعودي. انتظرونا في حوار تاني. سلام.